الشباب دينا المسابقة بقى من الوضوء شباب يسأل الله هذا ستعرف في الولايات المتحدة التتويج في اللقب لي عبد الوهاب الحجاج سيدتي سادتي امبارح ما كانش عاجبها لا شوف صورة للذكرى وإن كلمة بمناسبة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. الحمد لله إن كان لي الشرف أني تتوجت بهذا اللقب ولقب المرتبة الأولى في مسابقة المنشط المبدع في ولاية البليدة. صراحة كان قليل منال الحلم هذا، ولكن الحمد لله بفضل تجاربي وتنشيط مستمر وعملي الدؤوب أني نصل لمرحلة الإتقان. الحمد لله بفضل الله عز وجل وصلت أني أصل لهذه المرحلة من التتويج. أهدي الشكر لجميع من كان واقف معي طيلة هذه الرحلة، وأهدي الشكر أيضا الخاص لصديقي فيصل الجوادي كان معي طيلة رحلاتي وكان مساعد لي وسندي في هذه اللحظات. شكرا لولاية البليدة المضيافة على هذه الأيام اللي مرت، وشكرا لكل المتسابقين اللي كان تجمعنا روح الأخوة وروح المسابقة النزيهة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الشباب نظمت مديرية الشباب والرياضة الطبعة السادسة للميكروفون الذهبي، وهذا كان تحت إشراف سيد والي ولاية البليدة، وهذا الطبعة كان فيه إقبال كبير وكان فيه 53 ولاية مشاركة، وكان أكثر من 100 شاب اللي شاركوا في هذا الطبعة، وكان تنظيم محكم. ونشكر لجنة التحكيم التي كانت على مستوى الحدث، وإن شاء الله تكون طبعة سابعة. دائما ترحما على المرحوم سعد زوجان. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.